كي يضيق بك الحال شنو تعمل؟ كي يضيق بي الحال بو فما سبب علاش يضيق بك الحال، باش نحكي انا مثلا فتره اللي معرس فيها، يعني كأي واحد عرس هكا باش يتهنى باش كذا من يعيش حياته من باهي. عندي سيدي نهار سبت مثلا نروح للدار، أو كان وصي المرأة نهار سبت فمن نروح بكري نعملوا قاعدة يعجبك شي واحد معرس باش يتهنى باهي. هذا الروح نعطيها مصروفة بتاع حمام كذا من عندي عادة ورثها أنا على بابا الله يرحمه بعبوس تاع البقر، تعرفوه الزيل هذاك، هذاك عندنا نحن بيت الفقراء في يقرا بسلام، أو كان يجيب معاك البعبوس وكذا وليلة وصيتها قلت لها نهار سبت يا مرارة وأنا مروح بك البعبوس بك العشرة قزات لي زحكوا قبل كنت نصرف الجازوز حاسيلو لا علينا. نخزر الوحدة تطلع في الياجور قدام الدار، يا حليلي شنو هذي؟ تقربت نلقى المرأة يا بنتي ماني موصيك نهار سبت تزيني ومنا وكذا بني ما كذبش عليك، دخلت بك الغزول وكذا منا ها ضابطين ها وظهري وجعني ها وصدري وجعني ها ومنا ما هما الياجور تي بني ما نعدي الجمعة ما كذبش عليك مش ضغط نفسي برك يا ولدي عصابي متوترة. نهار الجمعة قالت لي يا فلان اخوي نهار السبت تو نعوضوها ولاباس وكذا نجيب البعبوس مرة أخرى جيب البعبوس خوك جاي بك البعبوس وكذا قعدت صبا متزينة وكذا والأمور واضحة. قلت الليلة ليدك يا كحلة من بها ساعة وقالت لي يا راجل البرجولية لازمني نحكي لك ما عادش فيها وش فما شبيك؟ قالت لي يا جابوا لي ورقة الضوء خزرت نلقاها 500,000 ضغط النفسي حسيروا نهار اثنين عاد المنفذ كذا وطلقنا بالمعروف. يا بنت انسى تونس هي اسباب الضغط النفسي والاكتئاب والهم حرب الخليج سببها انسى تونس بالرسمي، انسى مرأة تونسية كارثة هي تركب لك الضغط النفسي هي اللي تقتلك تحمسك تفدك انسى لاباس عليهم هان وجمهم ريقل فهمني كذا وردة ما بنا واحنا فهمني الفقراء نهار سبت قمرت لي نهار السبت وطلع في الياجور هاي برا قعدت مدة أخرى يا بنتي قعدت مدة أخرى قلت هاي برا نعاود نعرس عاودت عرست مرة أخرى اش باش نقول لك تمشي تخدم ساعات تجيب لي ورده هاي والله مرتي تحبني وكذا يا بنتي اذا شبعت تجي 10 وردات ولا 6 وردات هاي يا نهار سمعت حكايه نتبع نلقاها مسوح بنواوري انا كل وردات تجيب لي فيها بتاع صاحبها تحب تبعد على ضغط النفسي بالحق شد بلاستك وامشي للجبانه شوف اقبر وفش الطاقه غاديك ابكي على سعدك تو يتفش الضغط النفسي وابعد عن المراه وابعد على كل شيء بتاع تونس تو تعيش لاباس تتفرهد كي فما كوارث قد النساء عندنا في تونس مش تركب لك الضغط النفسي برك وبنتك تركب لك الضغط النفسي يعني مشيت مره كل مره ضيف بحذا واحد صاحبي قال لي جا بحذايا مشيت بحذاه قاعد وحدي هو ومرته واولاده كل واحد تليفون واحنا قاعد كيك غرب البنت يا زرتي هرب من الوحده نلقاها واحده اخرى يا بنتي مجتمع ضرب عنا خليها تحطي في التلفزه وتفرجي بك السياسيين مرشي دي باب الفله مش يركبوا يبدا عندك السطل بتاعك الحرابش المهدئات انا القوم واسبيرين كل تفرج فيها وتبدا تلوح فيك المهدئات ولا بابا باش تبلينا وبعد يحطوا لنا زايس لك الصيد بتاعنا ذاك الغنوشي زيد تكمل السطل كل تقلبي ها وجد والدينا الدوله ولا الشعب التونسي يا حليل والله مسكين والله صدقيني يعملونا نهار عملونا نهار في الجمعه يعني يوم عالمي بالرسم يعملونا نهار وتشاركنا فيه الدول التعبه تو العاده دي عملونا نهار نجول لافينيكم واحنا مره في العام نجول هنا اللي عنده ضغط نفسي من السياسات من كذا ونج فهمت عملونا نهار معين خصونا عملوه يوم العالمي للنديب ونبدو نفرغوا قلوبنا ها شو من العظم وحطوا لنا تصاورك السياسي نتاعنا بالزيد اقوى الضرب باش كي تخزر المنظر قالت ولدي تجب تسلت تتفرهد تروح باش نفشوا بالحق تو تسمي ها واحد مات في روكارا ها ودري شنو ها وطبيب ولا طبيب مش مازال باش نكملوا نهار اخر زيد كمل كحله تقول له نقطع على بكري ولا تخمم في الهربه ولا باش نموتوا في الدوله ذي ولا تخمم برجولي في الهربه وليتكم قوم الصباح نبدا نوصي نقول لهم لكان ما رجعتش قول لهم فركسوا الروكارات راني في روكارا يا في حاج كحله قداش يضيق بك الحال من مره في الجمعه كل ما نمشي ودور ولا ندخل المرشي يضيق بي الحال كل مري واحد هو مرته وولاده يضيق بيه الحال حيات. كل مري كرهبة وقال لك حياة كل ما تقول لي واحد اسمي حياة يزيد يضيق بيه الحال يشبيكي باهية مع اللبس عليهم ولينا نحن لا كل ما واحد نقول له استخزلي على جنب يضيق بيه الحال اللي بزنسها اللبس عليه هذاك غزر له كلام حلو وكذا يبزنسها كحلة ولا تحرش تخزر لك زوالي ما تحرش يضيق بينا الحال كي ولدتنا ماتنا ضيقان الحال يا بنتي ما ريناش في صار والله ملي ولدت وامه الواحد هو ولا فرحه عندي ولاد صحابي ولاد جيلي حرقوا وقت احنا البرة انا ولا بس عليهم يبدو يبعثوا لي هكا في الفيسبوك هكا احلى قعدك هيك
هو ما فهمني قنابل وكراهب وكذا وكحلها وقاعد ينسر عقاب عمره. ماشي متعدي من لافيني، جتني صحفيه قالت لي كيف يق بيك الحال؟ يا بنتي ضايق بيا الحال من اول ما ولدتني امي. واول ما ولدتني كطبيب قلب هكا قال لها وذكر خزرت انا على جنب وخزرت صار الطبيب وخزرت الحاله المولود فيها انا وبديت كانت ترجمات وتسمعي كان يقول لي نعلبوها ازاي؟ فرحان امي جبتيني هاك جبتيني من بعد هاني كبرت منها لا مستقبل لا ماضي لا فالحين كان تونس 3000 سنه حضاره قاعد نخزر 3000 سنه حضاره ذو وين هما والله شيء والله اسمع باش نمشي من بعد كيما قلت لك عن البلاصه اللي قلت لك عليها بتاع الجبان من بعد باش نمشي عندي شحن. عندك صديق قريب لك تحكي له حكايتك كي تتغشش كي تتقلق؟ يا بنتي عندي صديقي محسوب من الصغر هذا تعرفت عليه سبابه في القهوه راهو زاد راي مهازل عندي المراه وقتها ما خوها تعرف كي نجي حقك تولي لك مريضه والتعب الكل يهبط نجبد ورقه ب 20 تولي لاباس عليه عليه يا خويا شبيها انسانه هكا جيت نحكي له قال لي احمد ربي انت 20000 انا قال لي ب 100000 البارح خي ماخذين نساء ولا بلعات ولا شنو هي قصتنا عندي صاحبي هذا هو بيدو يخزر لي عندي اصحابي كلها والله كلها لاباس عليهم اصحابي كلها لاباس عليهم الكلهم لاباس عليهم وين يروني يبدو يضحكوا ونبدا نحكي لهم على مآسي وكذا وما عندي اصحابي كلها خارج يا بنتي منعت ما نحبش نحكي يا بنتي اصحابي كلها في الدنمارك في الانجلتير في النرويج الكلها لاباس عليه وانا قريت زمرت وما خلص سمر ما تثقف فيها مرا وانا هما لاباس عليهم وانا هكا تشوف في الحال خاطر هذا قبل وقت هما هيا انا لا الوطن نقعد في وطني ونقعد لا وكيفاش كحله يحرق هو كحله يخرج بوراقه اشرب ها الوطن ها نندبهم على الوطن هنا على البول نهار اللي خممتش نقعد فيه في الوطن وقتاش الوضعيه تتحسن حسب رايك؟ يا بدي باش نقرضوا اسم الوضعيه ولا باش نقرضوا برس انا وضعيه باش تتحسن بتاعك تي برس سمك تري النواب اللي عندنا وتري الواحد وتري منا شنو اللي باش يتحسن؟ دعينا قلنا يا رئيس الدوله يا خويا امل مازال فيك الاخراني اعمل ثوره على كلمة يا ولدي قلع بمسمار وقلع والديهم مسمار مسمار انقذ شعبك ما فما شيء ايش ما باش تحسن الوضع شنو باش تحسن حسب رايك انت تبرا بيقول تسمعي توا طبيب يموت شنو بيات نعدك بيه حتى كحله زيادة باش يقتلوه وانت وقتي وضعيتك وقتاش تتحسن؟ ان شاء الله في 2021 هذا ان شاء الله وضعيتي باش تتحسن في 2021 2020 ما هو محرف بالكمامات الكل 2021 المضاري بالكوش مش الكمامات ها مع بعضنا والله اسمع ولي شدوه مش لابس كوش 60000 يا بدك ماكش لابس كوش 60000 هبط من الكار تشوف الدمار الجايين وتا تشوف والله قلت لك المضاري بالكوش ندور شعب كامل مش لابس كوش 60000 تباري تشوف التعكعيك بالرسمي انا مش خايف على روحي انا شفت حياتي والله خايفين على الجيل هذا الصغير والله خايفين على الجينيراسيون هذه الصغيره 9 سنين يتكيف البنيه هاي الدور ولت بسيجاراها عيني عينك هاك المره سمعت بوحده فرخه عمرها 16 ولا قداش ماتت من المخدرات في بنزرت شنو اللي باش تقول تحسن الوضع؟ ما هو الامل في الشباب الشباب بيدوا ولا ينهار شنو الامل باش يتحسن؟ توصل الشاي قلت لك لنعومه الاظفار للزبده الجيل اوروبا كحل يا هات اخوي 20 سنه باش يبنيني ها وانت تقتل في شعبك فهمني قاعده العزز الدور والشياب والبنات المفرعسه في مخاخه باش نعرس بالحلال قالت لي 50 مليون في الحرام قالت لي 30000 تبربي خليني ساكت زي الزبله ناوي تعرس مره اخرى انت؟ يا بنتي ناوي نعرس ما نقعد نبوس في الحيط حياتي كامله ناوي نعرس ما شنو ولا تعبنا وحق محمد تعبنا الفول طالع 60 كيلومتر الفول